أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك يا هلا وروح ذابت بين يديكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك عليكم عيد العام بألف خير أمام الروح والطير وكل عام بألف خير أمام الروح والطير يرف بجناح الشوق وتجيكم عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم عليكم عيد المبارك يا هلا وبعد فراقنا تجمع شملنا عليكم عيد المبارك يا هلا بشنو تميز بيوتنا عن بيوت العالم؟ بكيس بالمطبخ اسمه كيس الكياس، صينية الكاسات على طول ورا حنفية المجلة، جنب فرن الغاز بيه 4 و5 جداحات وكل ما يشتغلن، بكل عيلة بيها واحد شاطر بس لو يشد حاله، نخلى الضو شقال مشان إذا جا الحرام ويفكر بيه حدا بالبيت، وبس نطلع مفتاح البيت نخليه جوا حدها الغنادر، المزارية بغرفة ضيوف. يكون بيها مفاتيح وفراطة قديمة وفاتورة وبرة وخيط وبطاريات معضعضة وراق عليها أرقام تلفونات ورقة شاي بالمطبخ بعلبة مكتوب عليها ملح ونص ليمونة بالبراد مقص الأظافر على طول ضايق. أول ما نركب غنينة الغاز نجدح بجدها على المفتاح تا نشوفها تنفس، وإذا انفجر المطبخ معناته يكون لازمة جلده ألعب على أساس يصلح أغراض البيت يخربن، واخر بعد ما يخربن يقول انا اول حظ جابكم علي. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا عيد عمري والهنا والتفاني، وشلون اعيد وانت عالناظر بعيد وانت الحبيب اللي غلاه احتواني. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا عيد عمري والهنا والتفاني، وشلون عيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب. بالعيد انا قلبي يهنيكم وادعي لربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد انا قلبي يهنيكم وادعي لربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا خير. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي، وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضله رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل، يا ربي زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل، يا ربي زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك يا هلا وروح ذابت بين يديكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك عليكم عيد العام بألف خير أمام الروح والطير وكل عام بألف خير أمام الروح والطير يرف بجناح الشوق وتجيكم عليكم عيد المبارك يا هلا وبعد فراقنا تجمع شملنا
عليكم عيد المبارك يا هنا. طيب شنو تميز بيوتنا عن بيوت العالم؟ بي كيس بالمطبخ اسمه كيس الكياس، صينية الكاسات على طول ورا حنفية المجلة، جنب فرن الغاز بي 4 و5 جداحات وكل ما يشتغلن، بكل عيلة بيها واحد شاطر بس لو يشد حاله، نخلط ضو شقال مشان إذا جا الحرام يفكر بي حدا بالبيت، وبس نطلع مفتاح البيت نخليه جوا حدها الغنادر، المزارية بغرفة ضيوف يكون بيها مفاتيح وفراطة قديمة وفاتورة وبرة وخيط وبطاريات معضعضة وراق عليها رقام تلفونات، ورقة شاي بالمطبخ بعلبة مكتوب عليها ملح، ونص ليمونة بالبراد، مقص الظافر على طول ضايق. أول ما نركب غنينة الغاز نجدح بجده على المفتاح تا نشوفه تنفس، وإذا انفجر المطبخ معناته يكون لازمة جلده، ألعب على أساس يصلح أغراض البيت، يخربن واخر بعد ما يخربن يقول انا اول حظ جابكم علي. العيد باكر وانت في شوفتك عيد، يا عيد عمري والهنا والتفاني، وشلون اعيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب اللي غلاه احتواني. العيد باكر وانت في شوفتك عيد، يا عيد عمري والهنا والتفاني، وشلون عيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب. سيظل حبر الأخوة يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام، وأنقى معاني الإخلاص، وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم، وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعي الربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعي الربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. وانتو بخير. تقبل الله منكم صالح العمل، وحقق الله ما ترجون من أملي، وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضله رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي، يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل، يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي. أحب سابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس، كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك، عليكم عيد المبارك، يا هلا وروحي ذابت بين يديكم. عيد المبارك عليكم، عيد المبارك عليكم، عيد العام بألف خير أمام الروح والطير، وكل عام بألف خير أمام الروح والطير، يرف بجناح الشوق وتجيكم. عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم. عليكم عيد المبارك يا هلا، وبعد فراق نتجمع شملنا. عليكم عيد المبارك يا هلا. طيب شنو تميز بيوتنا عن بيوت العالم؟ بي كيس بالمطبخ اسمه كيس الكياس، صينية الكاسات على طول ورا حنفية المجلة، جنب فرن الغاز بي 4 و5 جداحات وكل ما يشتغلن، بكل عيلة بيها واحد شاطر بس لو يشد حاله، نخلط ضو شقال مشان إذا جا الحرام يفكر بي حدا بالبيت،
وبس نطلع مفتاح البيت نخليه جوا حدها الغنادر. المزارية بغرفة ضيوف يكون بيها مفاتيح وفراطة قديمة وفاتورة وبرة وخيط وبطاريات معضعضة وراق عليها رقام تلفونات، ورقة شاي بالمطبخ بعلبة مكتوب عليها ملح، ونص ليمونة بالبراد، مقص الاظافر على طول ضايق. اول ما نركب غنينة الغاز نجدح بجده على المفتاح تا نشوفه تنفس، واذا انفجر المطبخ معناته يكون لازمه جلده. الاب على اساس يصلح اقراض البيت يخربن، واخر بعد ما يخربن يقول انا اول حظ جابكم علي. العيد باكر وانت في شوفتك عيد، يا عيد عمري والهنا واتفاني، وشلون اعيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب اللي غلاه احتواني. العيد باكر وانت في شوفتك عيد، يا عيد عمري والهنا واتفاني، وشلون اعيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب. سيظل حبر الأخوة يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام، وأنقى معاني الإخلاص، وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم. وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعي ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعي ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. وانتو بخير. تقبل الله منكم صالح العمل، وحقق الله ما ترجون من أمل، وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل، يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل، يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي. أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس، كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك، عليكم عيد المبارك، يا هلا وروح ذابت بين يديكم. عيد المبارك عليكم، عيد المبارك عليكم، عيد عام بألف خير أمام الروح والطير، وكل عام بألف خير أمام الروح والطير، يرف بجناح الشوق وتجيكم. عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم. عليكم عيد المبارك يا هلا، وبعد فراقنا تجمع شملنا. عليكم عيد المبارك يا هلا، يا هلا يا عيدنا رغم الظروف، لا زيارة ولا مصافح بالكفوف، يكفي نعيد حبايبنا ونشوف، كل صورة تغني عن مد اليدين، كل صورة تغني عن مد اليدين. قلنا لولاة الأمر سمعا وطاعة، عيدنا بالبيت للفرحة تساعة، والنظام اليوم نمشي باتباعه، يا عساكم دايم من العايدين. أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس، كل عام وانتم بخير يا أعز الناس.
سيظل حبر الأخوة يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام وأنقى معاني الإخلاص وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم. وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعيا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعيا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين وانتو بخير. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا رب زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا رب زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي. يا هلا يا عيدنا رغم الظروف لا زيارة ولا مصافح بالكفوف يكفي نعيد حبايبنا ونشوف كل صورة تغني عن مد اليدين كل صورة تغني عن مد اليدين. قلنا لولاة الأمر سمعا وطاعة عيدنا بالبيت وللفرحة اتساعة والنظام اليوم نمشي باتباعه يا عساكم دايم من العايدين. أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك يا هلا وروح ذابت بين يديكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك عليكم عيد العام بألف خير أمام الروح والطير وكل عام بألف خير أمام الروح والطير يرف بجناح الشوق وتجيكم عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم. عليكم عيد المبارك يهنال وبعد فراقنا تجمع شملنا. عليكم عيد المبارك يهنال. بشنو تميز بيوتنا عن بيوت العالم؟ بي كيس بالمطبخ اسمه كيس الكياس، صينة الكاسات على طول ورا حنفية المجلة، جنب فرن الغاز بي 4 و5 جداحات وكل ما يشتغلن، بكل عيلة بيها واحد شاطر بس لو يشد حاله، نخلط ضو شقال مشان إذا جاء الحرام يفكر بيه حدا بالبيت، وبس نطلع مفتاح البيت نخليه جوا حدها الغنادر، المزارية بغرفة ضيوف يكون بيها مفاتيح وفراطة قديمة وفاتورة وبرة وخيط وبطاريات معضعضة وراق عليها أرقام تلفونات، ورقة شاي بالمطبخ بعلبة مكتوب عليها ملح ونص ليمونة بالبراد. مقصة الظافر على طول ضايق، أول ما نركب غنينة الغاز نجدح بجدها على المفتاح تا نشوفها تنفس، وإذا انفجر المطبخ معناته يكون لازمة جلده. ألعب على أساس يصلح أغراض البيت، يخربن وآخر بعد ما يخربن يقول أنا أول حظة جابكم علي. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا عيد عمري والهنا والتفاني، وشلون عيد وانت عالناظر بعيد وانت الحبيب اللي غلاه احتواني. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا
عيد عمري والهنا واتفاني وشلون عيد وانت عن ناظر بعيد وانت الحبيب بالعيد انا قلبي يهنيكم ودعي الرغم يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين بالعيد انا قلبي يهنيكم ودعي الرغم يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين وانتو بخير. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خللي يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا لايكي. يا هلا يا عيدنا رغم الظروف لا زيارة ولا مصافح بالكفوف يكفي نعيد حبايبنا ونشوف كل صورة تغني عن مد اليدين كل صورة تغني عن مد اليدين قلنا لولاة الأمر سمعا وطاعة عيدنا بالبيت للفرحة اتساعة والنظام اليوم نمشي باتباعه يا عساكم دايم من العايدين أحب أسابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس كل عام وانتم بخير يا أعز الناس عليكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك يا هلا وروح ذابت بين يديكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك عليكم عيد عام بألف خير أمام الروح والطير وكل عام بألف خير أمام الروح والطير يرف بجناح الشوق وتجيكم عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم وعيد المبارك يهنن وبعد فراقنا تجمع شملنا عليكم عيد المبارك يهنن. طيب شنو تميز بيوتنا عن بيوت العالم؟ بي كيس بالمطبخ اسمه كيس الكياس، صينة الكاسات على طول ورا حنفية المجلة، جنب فرن الغاز بي 4 و5 جداحات وكل ما يشتغلن، بكل عيلة بيها واحد شاطر بس لو يشد حاله، نخلط ضو شقال مشان إذا جاء الحرام يفكر بيه حدا بالبيت، وبس نطلع مفتاح البيت نخليه جوا حدها الغنادر، المزارية بغرفة ضيوف يكون بيها مفاتيح وفراطة قديمة وفاتورة وبرة وخيط وبطاريات معضعضة وراق عليها أرقام تلفونات، ورقة شاي بالمطبخ بعلبة مكتوب عليها ملح ونص ليمونة بالبراد. مقص الاظافر على طول ضايق. اول ما نركب غنينة الغاز نجدح بجده على المفتاح تا نشوفه تنفس، واذا انفجر المطبخ معناته يكون لازم جلده. الاب على اساس يصلح اغراض البيت يخربن، واخر بعد ما يخربن يقول انا اول حظ جابكم علي. We'll be right back.
سيظل حبر الأخوة يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام وأنقى معاني الإخلاص وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم. وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعيا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعيا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي، وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا ربي زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا ربي زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي، وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقلي. يا رب زينهم بدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي أحب سابق الأنفاس وأقول قبل الناس وبصادق الإحساس كل عام وانتم بخير يا أعز الناس. عليكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك يا هلا وروح ذابت بين يديكم عيد المبارك عليكم عيد المبارك عليكم عيد العام بألف خير أمام الروح والطيب وكل عام بألف خير أمام الروح والطيب يرف بجناح الشوق وتجيكم عيد المبارك يرف بجناح الشوق وتجيكم عليكم عيد المبارك يهنا وبعد فراق نتجمع شملنا. عليكم عيد المبارك يهنا بعد بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعيا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم ودعينا ربنا يخليكم والفرحة تنور لياليكم يا نور العين وانتو بخير. سيظل حبر الأخوة
يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام، وأنقى معاني الإخلاص، وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم. وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا عيد عمري، والهنا واتفاني، وشلون اعيد وانت عالناظر بعيد، وانت الحبيب اللي غلاه احتواني. العيد باكر وانت في شوفتك عيد يا عيد عمري، والهنا واتفاني، وشلون اعيد وانت عالناظر بعيد، وانت الحبيب. يا هلا يا عيدنا رغم الظروف، لا زيارة ولا مصافح بالكفوف، يكفي نعيد حبايبنا ونشوف، كل صورة تغني عن مد اليدين، كل صورة تغني عن مد اليدين. قلنا لولاة الأمر سمعا وطاعة، عيدنا بالبيت وللفرحة تساعة، والنظام اليوم نمشي باتباعه، يا عساكم دايم من العايدين. عليكم عيد المبارك، عليكم عيد المبارك، يا هلا وروح ذابت بين يديكم، عليكم عيد المبارك، عليكم عيد العام بألف خير أمام الروح والطير، وكل عام بألف خير أمام الروح والطير، يرف بجناح الشوق وتجيكم، يرف بجناح الشوق وتجيكم. عليكم عيد المبارك يا هلا، وبعد فراقنا تجمع شملنا، عليكم عيد المبارك يا هلا. Now we're
تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أملي وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضلي رغم ما قد كان من خللي. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا ربي زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا رب زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب واجعل لنا عيدا يجمعنا. لايكي. سيظل حبر الأخوة يكتب في صفحات قلوبنا أروع كلمات المعزة والاحترام وأنقى معاني الإخلاص وأغلى معاني الوفاء، وستظل قلوبنا مليئة بمعزتكم وعامرة باحترامكم. وأسأل الله لكم في ظهر الغيب أن يحميكم أينما كنتم، وتقبل الله أعمالكم الصالحة.